شجع واختار احلى صوت، احلى صوت، احلى صوت، احنا البراعي والزهرات، احنا البراعي والزهرات، اسمع وصوت لاحلى صوت، صوتك حكم بين الاصوات، صوتك حكم بين الاصوات، شجع واي اختار وحدد مين احلى منشد له احلى صوت، شجع واي اختار وحدد مين احلى منشد له احلى صوت بين الاصوات، شجع واختار احلى صوت، شجع واختار احلى صوت، احلى صوت، احلى صوت، احنا البراعي والزهرات، احنا البراعي والزهرات، اسمع وصوت لاحلى صوت، صوتك حكم بين الاصوات، صوتك حكم بين الاصوات، شجع واي اختار وحدد مين احلى منشد له احلى صوت، شجع واي اختار وحدد مين احلى منشد له احلى صوت بين الاصوات، شجع واختار احلى صوت. شجع واختار احلى صوت، احلى صوت، احلى صوت، احنا البراعي والزهرات، احنا البراعي والزهرات، اسمع وصوت لاحلى صوت، صوتك حكم بين الاصوات، صوتك حكم بين الاصوات، شجع واي اختار وحدد مين احلى منشد له احلى صوت، شجع واي اختار وحدد مين احلى منشد له احلى صوت بين الاصوات، شجع واختار احلى صوت. مشاهدينا الأعزاء، ها نحن نطل عليكم في هذه الحلقة، حلقة مميزة بعون الله تعالى، بعد أن كنا في جدة والآن في جازان من الحلقة السابقة، ولكن بعون الله تعالى يكون في هذه الحلقة الحماس والتصويت هو الديدن لجميع المشتركين، فلا تبخلوا على متسابقكم المفضل في الدعم والتشجيع، فابقوا معنا. قادك 32، مستعدة لدخولك للجنة؟ نعم، بالتوفيق. شجع واختار احلى صوت، احلى صوت، احلى صوت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعرف عليك يا أمورة. ريهام. ريهام كم كودك؟ 32. 32، يلا تفضلي سمعينا بداية موفقة. يحكم علينا بدارنا واخلاقنا واعمارنا، ان نلتقي او نفترق يمضي حسب ادوارنا، لكن بيجمعنا الامل مهما ابتعدنا يا رنان، مهما ابتعدنا يا رنان، يا رنان، هذه رنان روحا لنا بنت السعودية، نعم بالفرقة هي كانت رقم، ما نزدي كل عمرنا لكن أجل واجب حكم، أن تبتعد عن نارنا أطفال مواهب فرقتي، بالفعل كانت أسرتي طورت فيها قدرتي، والمجتمع أبصارنا، واليوم أنهي فترتي، فترك مشعلي غيرنا، فعلى الرنان يا غالية أنت مكان العالية. شكرا لكم. شكرا لك ريهام على هذه المشاركة، وذكرتينا بالمبدعة رناد الزيلعي، هذه رناد روح ونغم. نشكرك ونتمنى، بس عندك كان بعض الأخطاء في بعض الكلمات، كأنك ما أنت فاهمة معنى الكلمة، لكن في المجمل أدائك كان رائع، أتمنى لك التوفيق. كنت رائعة أثناء النشيد واختيار موفق إن شاء الله. تفاعلك معنا وحركات هذه اليد إن شاء الله يصوتوا لك الناس من تفاعلك معنا. شكرا. صحيح ريهام كان عندك غلطات مثل ما قال الأستاذ إبراهيم، لكن غلطات بسيطة، تفاعلك وحماسك وأدائك الرائع والجميل غطى على هذه الغلطات، نتمنى لك التوفيق يا ريهام، إلى اللقاء. إن شاء الله مستعدة لدخولك للجنة. إن شاء الله. شجع واختار أحلى صوت، أحلى صوت، أحلى صوت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نتعرف عليك يا أمورة. حسين حسين كبش. يلا سمعينا المشاركة. أنا بدوية من السعودية أفدي بلادي الغالية علي. أنا بدوية من السعودية أفدي بلادي الغالية علي. أنا بدوية يا من السعودية، أنا بدوية من السعودية، أنا مشهورة بلوني الأسمر خيفي دمي زي سكر، أنا مشهورة بلوني الأسمر خيفي دمي زي سكر، شط بلادي البحر الأحمر بلدي الحلوة الإسلامية، شط بلادي البحر الأحمر بلدي الحلوة الإسلامية. أنا بدوية من السعودية، أنا بدوية من السعودية، أنا بيقولوا علي كريمة وبأخلاقوا فيني عظيمة، أنا بيقولوا علي كريمة وبأخلاقوا فيني عظيمة، وصفوني عربية صميمة أفدي بلادي الأرض الوفية، أنا بدوية من السعودية، أنا بدوية من السعودية. جميل 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 جدا يا سما، صراحة أنشودة مع لبس مطابق للكلمات، هذا دليل على أنه فيه تحرك في الأسرة، يعني الأسرة من اللي اختاروا هذا الشيء. نتمنى لك التوفيق يا سما، وننتقل للأستاذ إبراهيم. سما ما شاء الله عليك، حقيقة مشاركة حلوة، هدوء وعندك تفاعل، وأيضا ما شاء الله عليك ما أنت خايفة، واختيارك الكلمات كما قال الأستاذ أحمد أيضا اللبس مناسب مع الكلمات، هذا دليل أن هناك استعداد وهناك تهيؤ للمشاركة، فشكرا لك سما. ندعو الله أن يحفظ بلد السعودية، وشكرا على أدائك الرائع. مشاركتك هذه وحضورك معنا كان جميل، ونشكرك على تفاعلك وأدائك معنا. إلى اللقاء. كم قدرك؟ سنة سوّى 34. كيف شعورك وانت داخل عند اللجنة؟ عادي. التوفيق. شجع واختار أحلى صوت، أحلى صوت، أحلى صوت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيش اسمك يا بطل؟ سحمي القحطاني. والنعم، رقم الكود 34. تفضل. يا ليت يا بابا لو تاخذنا رحلة، يا ليت نتمشى ونغير جو، ملينا جدران البيت، يا ليت يا ليت يا بابا خذنا رحلة في أي عدة وعطرة، يا يالي أنا مفاضي في راسي مية شغلة، في راسي مية شغلة، يا ليت يا ليت. أبدعت يا سحمي، وشكرا على تفاعلك معنا وشرفتنا بحضورك. سحمي كان عندك شوية استعجال، بس مشاركتك وحضورك معنا نشكرك على تفاعلك وحضورك معنا. سحمي فعلا نقول لك شكرا، بس أنا عندي سؤال أستاذ إبراهيم، هو سوى كذا في الكليب يا ليت في حركة كذا ولا؟ كان يقول يا عيالي أنا مو فاضي في راسي مية شغلة. كذا في أبدعت يا سحمي، نتمنى لك التوفيق. سحمي ما شاء الله عليك، أنا عارف أنك جاي من مكان بعيد، من فين أنت؟ من بيشة. طبعا سحمي ما شاء الله جاينا من بيشة، جاي من بيشة عشان فقط يشارك معنا في البرنامج. سحمي لازم الكل يصوت لك، ولازم الكل يقف معك جنبا إلى جنب، وأقول له بابا وماما لازم يساندوك عشان المشوار اللي أنت جاي فيه. مع السلامة سحمي، إلى اللقاء، باي. قادك 35. مستعدة لدخولك للجنة؟ أيوة. معك البالي. شجع واختار أحلى صوت، أحلى صوت، أحلى صوت. أحلى الساعة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نتعرف عليك يا شطورة. لجين محمد حسن ناصر ربعا. من فين يا لجين؟ من جازان. من جازان. تفضلي سمعينا مشاركتك يا لجونة. حبي لمملكتي لحن يسليني أشدو بروعته فخرا ويكفيني هذه مآثرها شوقا تناديني قد طبت يا أملا بالعلم تحيني هذه مآثرها شوقا تناديني. لجين ما شاء الله عليكم مشاركتك حلوة وإبداع وعندك تفاعل، عندك صوت رائع فعلا. خليتيني أتفاعل معك وخليتيني أتحرك، ما هو أنا بس، حتى المشاهدين اللي معانا موجودين في الاستوديو تفاعلوا معاكي. شكرا لجين. لجين ما شاء الله صوتك حلو وكنتي متفاعلة معنا زي ما قال الأستاذ إبراهيم، شكرا. حماسك ومشاركتك معنا وصوتك الشجي كانت أروع ما فيك، شكرا. لجين عندي سؤال شخصي، هل ممكن أسألك؟ ايوه. تشاركي في المدرسة، في الطابور، في الحفلات، بالإنشاد؟ ايوه. جميل، نتمنى أيضا من المدرسة اللي تدرس فيها أنهم يستمروا معك وينموك أيضا يا لجين، ونتمنى لك التوفيق معنا في هذا البرنامج. إلى اللقاء يا لجين. إن شاء الله مستعدة لدخولك اللجنة. إن شاء الله. إن شاء الله. شجع واختار أحلى صوت، أحلى صوت، أحلى صوت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نتعرف عليك. سوزان إبراهيم رياني. كم رقم الكود يا سوزان؟ 36. طيب يلا تفضل سمعين المشاركة. أمي يا أمي يا أمي يرعاك الرحمن أفديك بروحي وبدمي يا أغلى إنسان يا أمي يا نور حياتي يا أحلى وأول كلماتي عشتي معكي كل أوقاتي يا معنى الحنان يا أمي يا أمي مولانا قد أعلى مقامك أوصى بطاعتك إكرامك والجنة تحت أقدامك والعاصي خسرة. ما شاء الله يا سوزان، كانت مشاركتك مميزة وإطلالتك علينا إطلالة رائعة وبهية. نتمنى أن نشاهدك في الحلقات القادمة. نتمنى أيضا أن يقف معك المشاهدون أهلك في التصويت، ما نبغى أحد يسقط حتى لا يتكرر ما تكرر في الحلقات الماضية. نبغى الكل أو الأغلب أن ينتقل معنا للمرحلة القادمة بعون الله تعالى. كان نشيدك هادئ وهذا اللي عجبني فيكي ونعم الاختيار. كان أدائك جدا رائع وتفاعلك معنا، بس لو رفعت صوتك راح يصير أجمل، وشكرا. إلى اللقاء. مع السلامة. كم قادك؟ 37. كيف شعورك وانت داخلة اللجنة؟ فرحانة وإن شاء الله أتأهل للحلقات النهائية. موفقة. شجع واختار أحلى صوت، أحلى صوت، أحلى صوت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمك يا أمورة؟ دولة خيران العمري. رقم الكود؟ 37. تفضلي. يا ليت يا بابا لو تاخذنا رحلة، يا ليت نتمشى ونغير جو، ملينا جدران البيت، يا ليت يا ليت يا ليت يا ليت يا بابا خذنا رحلة في أي عيد أو عطلة، يا عيالي أنا مو فاضي في راسي مية شغلة، يا بابا خذنا رحلة في أي عيد أو عطلة، يا عيالي أنا مو فاضي
فاضي في راسي مية شغلة في راسي مية شغلة يا ليت يا بابا لو تاخذنا رحلة يا ليت نتمشى ونغير جو ملينا جدران البيت يا ليت يا ليت يا ليت يا ليت يا بابا الله يخليك ويعينك ويبارك فيك حاول تتفرغ لو يوم ما أقدر الله يهديك يا بابا الله يخليك ويعينك ويبارك فيك حاول تتفرغ لو يوم ما أقدر الله يهديك ما تقدر الله يهديك الله يهديك. شكرا على تفاعلك معنا ونشيدك الرائع وثوقك الرائع، نتمنى منك تكونين كذا في الحلقات الجاية. دولة جميلة، مشاركاتك أيضا صوتك مرتفع رائع، نتمنى لك التوفيق دولة والتقدم معنا في المراحل القادمة. دولة ما شاء الله عندك حماس، عندك تفاعل، وأيضا اسمك ما شاء الله دولة. نتمنى أن الجميع يصوت لدولة، ليس لشخص بل لدولة كاملة بمشيئة الله تعالى، وكل الجميع إن شاء الله يكونوا معك موفقة يا أمورة. دولة كنت واثقة من نفسك وكان عندك حماس رائع، وشكرا، إلى اللقاء. شكرا، مع السلامة. كم قدك؟ 30. كيف شعورك وانت داخل عند اللجنة؟ هادي موفقة. شجع واختار أحلى صوت، أحلى صوت، أحلى صوت. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. إيش اسمك؟ بشاير. كم كودك؟ 38. تفضلي. أمي يا أمي يا أمي يرعاك الرحمن، أبديك بروحي وبدمي يا أغلى إنسان. يا أمي يا نور حياتي يا أحلى وأول كلماتي، أشتري معك كل وقاتي يا معنى الحنان. أمي يا أمي أمي يرعاك الرحمن، أبديك بروحي وبدمي يا أغلى إنسان. يا أمي يا أمي ما زلت دايما تهتمي وتشيل أتعابي وهمي، لا يمكن أنسى أمي فضلك مهما كان. ما زلت دايما تهتمي وتشيل أتعابي وهمي، لا يمكن أنسى يا أمي فضلك مهما كان. صوتك جميل وشكرا على تفاعلك الرائع معنا. نشكرك على هذا الأداء الرائع واختيارك الرائع، شكرا. بشاير طبعا غردتي وأنشدتي وكنت كالطائر، نتمنى لك التوفيق يا بشاير والتقدم معنا في المراحل القادمة والتأهل للمرحلة الأخيرة. ما شاء الله يا بشاير، عليك إطلالة رائعة وأيضا رونق وهدوء، وأيضا اختيارك موفق للنشيد. نتمنى أن نراك إن شاء الله في المرحلة القادمة، مع السلامة. كم قادك؟ 39. هل أنت واثقة من أدائك عند دخولك إلى اللجنة؟ بالتوفيق. شجع واختار أحلى صوت، أحلى صوت، أحلى صوت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمك؟ فاطمة. رقم الكود؟ 39. من فين أنت؟ من مصر. أهلا وسهلا بك، تفضلي. يا ليت يا بابا لو تاخذنا رحلة، يا ليت نتمشى ونغير جو ملينا جدران البيت. يا ليت يا بابا لو تاخذنا رحلة، يا ليت نتمشى ونغير جو ملينا جدران البيت. يا ليت يا ليت يا ليت يا ليت يا بابا خذنا رحلة في أي عيد أو عطلة. يا عيالي أنا مفاضي في راسي مية شغلة. يا بابا خذنا رحلة في أي عيد أو عطلة. يا عيالي أنا مفاضي في راسي مية شغلة، في راسي مية شغلة. يا ليت يا بابا لو
تاخذنا رحله يا ليت نتمشى ونغير جو ملينا جدران البيت يا ليت يا بابا لو تاخذنا رحله يا ليت نتمشى ونغير جو ملينا جدران البيت يا ليت يا ليت يا ليت يا ليت. شكرا على هذه المشاركة الرائعة، ونتمنى من أهل مصر وقفوا معاكي ومتابعينا كمان عشان تتأهل المرحلة الجاية. هلا يا فاطمة، طبعا ابتسامتك حلوة ما شاء الله ومشاركتك حلوة، لأن نبغاك بس يا فاطمة إنك تكون عندك حماس في المرحلة القادمة. تأهلتي، نبغى يكون عندك حماس ورفع صوتك يكون أعلى شوي. نتمنى لك التوفيق يا فاطمة والتأهل معنا. إزيك يا فاطمة؟ عاملة ايه؟ كويسة؟ اختك سلمى اللي كانت معنا؟ ما شاء الله. من فين؟ من مصر؟ بني سويف. ما شاء الله، جدعان واوفياء. اتمنى لك التوفيق واتمنى من الكل يوقف معك ان شاء الله. تفضلي. ابدعتي يا فاطمة، ونتمنى ان تتأهلي معنا في المراحل الجاية. شكرا، باي. صوتوا لي على الكود 32، انتظر تصويتكم. انا صوتي ام الكود 33، انتظر تصويتكم. انا سحمي، صوتوني على رقم الكود 34، انتظر تصويتكم. انا لجين، صوتوا لي على الكود 35، انتظر تصويتكم. انا سوزان، صوتوا لي على الكود 36، انتظر تصويتكم. انا دولة، انتظر تصويتكم على 37. انا بشاير، رقم الكود 38، انتظر تصويتكم. انا فاطمة، اذا نبدا اعجابكم صوتوا لي على الكود 39. شجع واختار احلى صوت، احلى صوت، احلى صوت. للتصويت ارسل كود المشترك على الرقم المرادف لبلدك. مشاهدينا الأعزاء، نحن في ختام هذه الحلقة الرائعة المميزة بأطفالها أيضا الرائعون الذين تميزوا في المشاركة. فلم تقتصر المشاركة فقط على جازان، بل جاءونا من شتى المناطق. ما زلنا نستقبل أولئك الصغار المبدعين من كل المناطق ومن كل مكان للمشاركة معنا، ولكن الدور عليكم أنتم بدعم المتسابق المفضل وأيضا دعم وتشجيع أبنائكم الصغار. فلا تبخلوا في المشاركة معنا، وأيضا فلا تبخلوا بمتابعتنا دائما في برنامج أحلى صوت الموسم الثاني. شجع واختار أحلى صوت، أحلى صوت، أحلى صوت. أحلى البراعي والزهرات، أحلى البراعي والزهرات. اسمع وصوت لأحلى صوت، صوتك حكم بين الأصوات، صوتك حكم بين الأصوات. شجع وأيني اختر وحددني أحلى منشدنا، أحلى صوت. شجع وأيني اختر وحددني أحلى منشدنا، أحلى صوت بين الأصوات. شجع واختار أحلى صوت، شجع واختار أحلى صوت، أحلى صوت، أحلى صوت. أحلى البراعي والزهرات، أحلى البراعي والزهرات. اسمع وصوت لأحلى صوت، صوتك حكم بين الأصوات، صوتك حكم بين الأصوات.
شجع وأيد اختر وحبني أحلى منشد له أحلى صوت شجع وأيد اختر وحبني أحلى منشد له أحلى صوت من الأصوات شجع واختار أحلى صوت